السيد حبيب وحده قادما من اقليم طفايا باشا رئيس دائره حضاريه طفايا، سيشغل منصب رئيس دائره لساسكا الناسيه. السيده نرجس بن مراح خادمه من عماله اقليم كناس، كانت ستشغل ان شاء الله قائده ملحقه الاداريه درب جديد. السيده سميره دربان خادمه من عماله اقليم بركان قائده الملحقه الاداريه السلام. السيد مراد البير خادم من عماله اقليم قلعه السرغنه قائد ملحقه الاداريه سيد الخدير. السيد نجيب جرموني خادم من عماله اقليم كازا قائد الملحقه الاداريه الوفا. السيد عثمان بوزه خادم من عماله اقليم ميساد سيشغل منصب قائد الملحقه الاداريه المطار. السيد يونس احران خريج المعهد الملكي للاداره الترابيه فوج 57 عين نائب رئيس قائد نائب رئيس الشؤون قسم الشؤون الداخليه. السيد نجيب كبران خريج المعهد الملكي للاداره الترابيه فوج 57 عين قائد للملحقه الاداريه مساسفه العليا.